هذا السيد كان معنا في التحالف، هذا السيد مصطفى الحايه كان معنا في التحالف من بدايه 9 سبتمبر. كان التصويت يوم 8 وكانت النتيجه نهار تسعه في اطار التحالف. تفاجئنا يوم الاثنين، عطى السيد الرئيس اللي هو الشيقر عطى ثلاثه النواب، تفاوض مع النواب عطاه ثلاثه، ما كاينش مشكل. واخا الحزب الثالث اللي هو متحالف معنا ديال التجمع الوطني الاحرار ما قبلوش، لكن هنا بقينا السيد الشيقر بقى كيتفاوض معنا قبل باش تراضى علينا باش يدخل معنا فيها. وكنا من 9 سبتمبر حتى اليوم الاثنين بعد الثلاثاء ديال التصويت على الرئاسه. السيد تقال لك احنا غادي على المقر، صلى معايا، نصلي انا وياه، يصلي بينا هو، واكل شارب كساوه، فهمتي؟ ما خلاو ما داروا معاه. جينا يوم الاثنين مع تقريبا مع الوحده، قال واحد العضو معنا قال لي سي الجوطي عافاك تمشي ديني المقر ديال الحزب ديالنا، عندنا واحد جمل عام ديال الحزب ديالهم، هذا سيناريو، خدم سيناريو فهمتي باش يخرج معنا من التحالف. مشى السيد وصلوا للمقر كيتسنى فيه، قال لي تسناك السيد الرئيس سي الحايا، قال لي لا 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 سير تنعيطوا لك واحد الساعه، عيط لينا. لحقت الساعه وساعه ونص، السيد كيتصل بي ما كيبغيش. واش قال لي؟ اش قال لي عاوتاني؟ قال لي السي ما بقاش تعيط تنعيطوا لك حنا. لحقت 9 10 11 12 الوحده، قلت الاخوان هذا ما بقاش جي. حتى كيجينا الخبر انه هو في التحالف مع سي جبيل والاخوان والاحزاب الاخرين، هو الحزب ديال البام والحزب الاستقلال وحزب الحركه الشعبيه وحزب النهضه الفضيله، فهمتي؟ السي كنعيطوا عليه ما جاش، خلى حوايجو خرج بصندالة الميكا، بصندالة الميكا باش خرج وفوقية، صندوق الميقا وفوقيه باش خرج، والله العظيم هي باش مشى. اللي خلاه حتى كتشوف فيه هو هذا الصباط، ها التليفونات، ها فوطا، ها فوقيه، ها الباليزه ديالو، ها لحد الان انا كنطلب منه الهاتف ديالي صيفطوا لي، اللي كنطلب منه الهاتف ديالي غبقى عنده من نهار 10 سبتمبر، نهار الثاني ديال النجاح ديالنا. دابا هاد الحوايج شنو غادير؟ هادو اخويا يجي يديهم، كنطالبوا فيه باش يجي يديهم، ويجي يدي التليفونات ديالو ويجي يدي الحوايج ديالو.